دلوقتي مشاهدينا معد موجز لاهم الاخبار مع منى، اتفضلي منى. شكرا شاذلي. التاسع صباحا بتوقيت القاهره، السابعه بتوقيت جرينتش. موجز والاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد الفطر المبارك، أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 986 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وشمل الإفراج من تنطبق عليهم شروط العفو في إطار تطبيق وزارة الداخلية السياسة العقابية الحديثة. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع. دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى تجنب اختيار المرشحين على أساس المال، وطالب عون باختيار المرشحين الجادين والحريصين على مصلحة الشعب اللبناني. وتبدأ أولى مراحل الانتخابات النيابية في 6 مايو الحالي للمقيمين في الدول العربية، والمرحلة الثانية في 8 من الشهر الحالي موعد اقتراع اللبنانيين المقيمين في باقي الدول الأجنبية. أما اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية فسيكون في 15 من الشهر الحالي. شنت روسيا هجوما عنيفا مدعما بالدبابات والمشاة على مصنع أزوفستال، وهو آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الجنوبية. ومن جهة أخرى أعلنت الأمم المتحدة أنه تم بنجاح إجلاء 101 مدني عالقين منذ أسابيع في مجمع أزوفستال. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله في تنظيم المزيد من فترات وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية بين أوكرانيا وروسيا، على غرار النموذج الذي سمح بإجلاء 101 مدني من مصنع أزوفستال الصلب في عملية نسقتها بنجاح الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن أرسلت مساعدات أمنية تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية على أوكرانيا في فبراير الماضي، موضحا أن هذا المبلغ خصص لدعم الديمقراطية والحرية في كييف. وفي كلمة له أثنى بايدن على ما يقوم به الشعب الأوكراني أمام الجيش الروسي، وأوضح أنهم يقاتلون من أجل بلدهم، مضيفا أن أمريكا تقود الحلفاء للتأكد من تزويد الأوكرانيين بالأسلحة اللازمة للدفاع. يجتمع مجلس الأمن الدولي غدا الخميس لمناقشة الأزمة في أوكرانيا بعد نحو أسبوع من زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لكييف. وفي وقت سابق قال حاكم منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا بافلو كريلينكو إن هجمات روسية على المنطقة أودت بحياة 21 مدنيا وأصابت 27 آخرين. قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد نحو البحر قبالة الساحل الشرقي. وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت ما وصفته بقذيفة غير محددة باتجاه البحر الشرقي، مشيرة إلى أن هذا الإطلاق هو 14 للنظام الكوري الشمالي هذا العام، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء كوريا الجنوبية يونهاب. ورياضيا، تأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي فياريال في الدور قبل النهائي 5 أهداف مقابل 2 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة، لينتظر الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في المواجهة الثانية في قبل النهائي المقررة مساء اليوم.
نهاية موجز التاسعة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.